الرئيس الجزائري حاول توريط تركيا في موضوع الصحراء المغربية، وهكذا أجاب وزير خارجيتها. خلال لقائه بوزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو أمس الأحد، حاول الرئيس الجزائري عبد المجيد إدراج موضوع الصحراء المغربية ضمن محاور اللقاء. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن وزير الخارجية الجمهورية لتركيا الشقيقة السيد مولود تشاوش أوغلو أبلغ الرئيس عبد المجيد تحيات وتعازي الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق التي شهدتها البلاد، وأضافت بأن اللقاء تناول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة وتأكيد تقارب وجهات النظر في عدة ملفات، ولا سيما التطورات في ليبيا والصحراء الغربية وتونس ودول الساحل الإفريقي غرب القارة، مما يستدعي مضاعفة التعاون وتوحيد الجهود للإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وعقب اللقاء صرح تشاوش أوغلو للتلفزيون الجزائري الرسمي بأنه نقل إلى الرئيس معلومات تتعلق بالقضايا والأمور التي سيتم العمل عليها في المستقبل خلال اللقاء الذي جرى مع أخي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، وتابع: تناولنا اليوم المسائل الإقليمية والعالمية وحصلنا على توجيهات من قبل الرئيس، وأيضا نقلنا آراءنا في نفس الوقت إزاءها.